هنتكلم على مصر، هنتكلم على مصر ونيجيريا المواجهة الكبيرة بعد لحظات، بس بعد ما نسمع زميلنا المميز جدا دوما، زميلنا العزيز من الكاميرون حسن غنيمة. يا حسن صباح الفل عليك، مشرفني ومنورني، وأكيد عندك كثير من الكواليس عند منتخبنا الوطني. من مدينة جروة الكاميرونية تحياتي إليك زميلي العزيز المتألق دايما كابتن كريم رمزي، وكل ضيوفك الكبار كابتن وليد صلاح، عبد اللطيف، كابتن معتز اينو. يعني كريم خليني اقول لك انه الاجواء النهارده كانت جيده للغايه في مدينه جروه الكاميرونيه، وحاله ارتياح الحقيقه للجهاز الفني بقياده كيروش بعد ما تم اعلان سفريه مسحه جميع لاعبينا بفضل الله. هندخل مباراه بكره كاملين العدد، وده شيء كان قلقان منه جدا كارلوس كيروش، كان حاطط بلان A وبلان B وبلان C لو لا قدر الله كان في اصابات كورونا، لكن هو مبسوط انه هيخش بلعبته كاملين بكره. لو اتكلمنا عن برنامج اليوم النهارده لمنتخبنا الوطني، زي ما انت شفت يا كريم كان في النهارده مؤتمر صحفي لكيروش ونجمنا المصري محمد صلاح، والثعلب كيروش قدر انه يهرب من كل اسئله وسائل الاعلام الافريقيه الحقيقه اللي كانت بتحاول تزنقه كده في الكلام عشان تعرف منه ملامح التشكيل، لكن كيروش قدر يهرب من الأسئلة. بعد المؤتمر الصحفي كان في حصة تدريبية على ملعب سينياج، وده ملعب التدريب اللي بيبعد عن مقر إقامة منتخبنا الوطني في مدينة جروة الكاميرونية 3 دقائق فقط. التمرين النهارده كان قوي جدا وكان حوالي ساعتين، وكمان في خبر حلو ان عمرو السولية النهارده لأول مرة يشارك في التدريب الجماعي بكامل قوته، وكل التدريب شارك فيه عمرو السولية، ومن المنتظر انه يكون اساسيا ان شاء الله بدايه من المباراه الثانيه امام غينيا بيساو. لكن خليني اقول لك ملامح التشكيل كده اللي احنا شايفينها من خلال التدريبات، الحقيقه واضح انه كيروش هيعتمد على محمد الشناوي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر هيكون احمد فتوح ناحيه الشمال، اثنين قلبي دفاع حجازي وونش، ناحيه اليمين هيكون اكرم توفيق، ثلاثي خط الوسط استقر بنسبه كبيره جدا على حمدي فتحي والنني، مركز 8 اللي فاضل هو اللي فيه حيره، ولكن في 3 لاعبين مرشحين ان هم يبداوا اساسي، عبد الله السعيد هو الاقرب انه يكون في مركز 8، ثم احمد سيد زيزو، ثم تريزيجيه، ومن الواضح انه تريزيجيه ممكن ياخد جزء من الشوط الثاني في الجبهه اليسرى في مركز 8 عشان يعمل جبهه قويه مع عمر مرموش، متوقع انه هيبدا المباراه بكره بجانب مصطفى محمد في الهجوم، وايضا ناحيه اليمين ما فيهاش كلام هيكون محمد صلاح. لكن كريم خليني اقول لك ان في مفاجات في التدريب الحقيقه، في لعيبه ما كانتش متوقعه تالقها مع المنتخب بتقدم مستويات متميزه جدا، اي لحظه في الماتشين الجايين سواء ماتش غينيا او سواء ماتش السودان ممكن نشوفهم في التشكيل الاساسي، زي محمد عبد المنعم وزي مروان داود وزي محمد صبحي ومحمود جاد، كمان بيقدموا مستوى متميز جدا خلال التدريبات. محمد شريف الحقيقه مكسر الدنيا في التدريبات، وعشان كده عامل حيره لكيروش، هل يوظفه بديل لمصطفى محمد في مركز الهجوم ولا يلعب في احد اطراف الهجوم، لسه ما استقرش على توظيف محمد شريف. خليني اقول لك كمان خبر حلو جدا، بكره ان شاء الله طبعا خلاص هيكون في جسر جوي ما بين مطار القاهرة وما بين مطار جروة، 300 مشجع هيكونوا موجودين في مدينة جروة الكاميرونية، 300 مشجع مصري هيركبوا طيارة مصر للطيران اللي هي دريم لاينر، ودي واحدة من الطيارات بفضل الله المتميزة في مصر للطيران، بتحمل 300 مشجع هيكونوا موجودين في مطار جروة تمام الساعة 2:30، هينزلوا يعملوا الاي سي ار ثم يتجهوا إلى ملعب المباراه. وطبعا كان معالي السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون الحقيقه كان ليه يعني فضل كبير في القصه دي، لان طبعا زي ما انت عارف يا كريم ان الدنيا قريبه قوي في المسافه ما بين نيجيريا والكاميرون، عشان كده ال 48 ساعه اللي فاتوا شفنا زحف كبير جدا للجماهير النيجيريه هنا لمدينه جروه، اي مواطن نيجيري يقدر يدور عربيته في ساعتين زمن 100 كيلو متر فقط يكون موجود في ملعب رومدي اجيا اللي هيستضيف المباراه بكره. خلينا نطمن جمهورك يا كريم وكل الجمهور المصري على حاله ملعب المباراه الحقيقه، يعني الملعب والارضيه جيده، هي مش افضل حاجه ولكن بالنسبه للملاعب الافريقيه ملعب جيد،
بتلعب عليه، ما نخافش عليه من الاصابات. كمان بقى يعني في مدينه جروه حصلت كده حاجه طريفه، الكاف اخر طباعه التذاكر لغايه من ساعتين بس، لانه كان في انتشار للتذاكر مزوره بشكل كبير جدا في مدينه جروه الكاميرونيه. يعني خلاص كل اللعيبه عندها حاله تفاؤل كبيره جدا ان هم يقدروا ينتزعوا الثلاث نقاط باذن صحيح. الله غدا امام نيجيريا. صحيح الزميل العزيز حسن غنيمه. ميزه حسن غنيمه يا جماعه انه ادوله بس الحديده ومش هيسيب لك معلومه ما يقولهاش عن منتخبنا ومعسكر منتخبنا الوطني. مميز ورائع جدا يا حسن كالعاده. انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. مش محتاج يتسال حسن. لا شاطر يعني جدا، هو شاطر من احسن الناس، من احسن الناس، من اشطر الناس. طيب.